سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. سيداتي وسادتي، مرحبا بكم. الرجاء الانتباه لبرنامج تعليمات السلامة. نرجو التأكد من وضع الحقائب اليدوية في الخزائن العلوية أو تحت المقاعد التي أمامكم، وتوخي الحذر عند فتح الخزائن العلوية نظرا لاحتمال تحرك محتوياتها أثناء الرحلة. يمنع وضع الحقائب عند مخارج الطوارئ أو في الممرات لأسباب تتعلق بالسلامة. يمنع استعمال الأجهزة الإلكترونية خلال مسير الطائرة أو الإقلاع والهبوط. يمنع استعمال أجهزة الهاتف الخلوية وأجهزة الاتصال اللاسلكية في أي وقت خلال الرحلة. بإمكانكم استخدام أجهزة الكمبيوتر المحمول وأجهزة تشغيل الأقراص المدمجة بعد الإقلاع. يجب ربط أحزمة المقاعد خلال الإقلاع والهبوط وإبقاء أحزمة المقاعد مربوطة بدون إحكام طوال الرحلة. نرجو ربط أحزمة المقاعد المخصصة للأطفال والتي سيقوم أفراد الطاقم بتوزيعها خلال الإقلاع والهبوط. تأكد من وضع المقاعد في الوضع العمودي وإغلاق طاولات الطعام مع إبقاء ستائر النوافذ التي بجانبكم مفتوحة في هذه الأثناء. يمنع التدخين قطعيا على متن الطائرة. التدخين داخل دورات المياه سوف يفعل أجهزة الإنذار. في حالة انخفاض الضغط في كابينة الطائرة سوف تتدلى أقنعة الأكسجين تلقائيا. قم بسحب القناع الأقرب مما يفعل سريان الأكسجين. ثبت الشريط المطاطي حول الرأس مع تغطية الأنف والفم وتنفس بصورة طبيعية. بعد تثبيت قناعك يمكنك أن تقوم بمساعدة من هم بحاجة لذلك. في حال الهبوط الاضطراري يرجى اتخاذ وضع الانحناء إلى الأمام. في حالة إخلاء الطائرة سترشدكم الإضاءة الأرضية إلى أقرب مخرج طوارئ. قم بتحديد المخرج الأقرب إليك الآن. مخارج الطوارئ موزعة على جانبي الطائرة كما هو موضح على الشاشة وعلى بطاقات تعليمات السلامة. في حال الهبوط الاضطراري على الماء سيتم استخدام الزلاجات الموجودة على هذه المخارج كقوارب للنجاة. سترة النجاة موجودة تحت المقعد أو تحت مسند الذراع بين المقاعد. عندما يطلب منكم ذلك أخرج سترة النجاة من مكانها. أدخل الرأس عبر الفتحة العليا. سل طرف الشريط وثبته بإحكام. سوف يتم توزيع سترات النجاة للأطفال إذا ما دعت الحاجة. بعد مغادرة الطائرة اسحب المقابض الحمراء بشدة حيث ستنتفخ سترة النجاة. في حالة عدم انتفاخ السترة أو إذا كانت بحاجة لمزيد من الهواء انفخ خلال هذه الأنابيب الحمراء. يجب نفخ سترة النجاة المخصصة للأطفال داخل الطائرة. لمزيد من المعلومات يرجى قراءة بطاقة تعليمات السلامة الموجودة في جيوب المقاعد. نشكركم لحسن انتباهكم ونتمنى لكم رحلة ممتعة. Ladies and gentlemen, welcome aboard. Please pay attention to the following safety demonstration. Make sure that all of your hand luggage is secured in the overhead bins or under the seat in front of you. We ask that you take care when opening the overhead bins, as items may have shifted during the flight. It is forbidden to place hand luggage in front of the emergency exits or in the aisle. For safety reasons, it is forbidden to use any electronically operated equipment during taxi, takeoff, and landing. Mobile phones and radio equipment must remain turned off during the entire flight. Laptops and CD players may be used after takeoff. Fasten your seat belts during takeoff and landing. For your own safety, we ask that you keep your seat belt loosely fastened for the duration of the flight. Secure infants with an infant seat belt, which will be distributed by your crew. For takeoff and landing, make sure that your seat is in the fully upright position and that your tray table is folded away. Your window shade must be open at this time. Smoking is not permitted at any time on board. Smoking in the lavatories will activate the smoke alarm. In the unlikely event of loss of cabin pressure, oxygen masks will automatically appear. When released, pull the nearest one, and this will activate the flow of oxygen. Secure the elastic band around your head,
covering nose and mouth, and breathe normally. After putting on your own mask, you can help anyone who may need assistance. In the event of an emergency landing, please adopt the brace position. In case of an evacuation, illuminated floor-level lights will show you the way to the nearest emergency exits. Please locate the exit nearest to you now. The emergency exits are distributed on both sides of the cabin as shown on the screen and the safety card. In case of an emergency landing on water, the evacuation slides at these exits will be used as rafts. Your life vest is located under your seat or under the armrest between the seats. When instructed, remove the life vest from its pouch and pull it over your head. Attach the straps and pull it tight. Infant life jackets will be distributed if required. After leaving the aircraft, pull firmly on the red handles and the life vest will inflate. In case the life vest does not inflate or needs more air, blow through the red tubes. Children's life vests should be inflated whilst inside the aircraft. For more information, please refer to the safety card in your seat pocket. Thank you for your attention. We wish you a pleasant flight.